تحية من الصباح الجميل ده لكل الناس اللي بتتابع صباحات سودانية، وتحية خاصة جدا كمان لكل نساء بلادي الكنداكات اللي قادرين انهم يواجهوا كل الصعوبات اللي ممكن تلقاهم في حياتهم عشان هم يفضلوا دوما شعلة من الحماس وشعلة من الأمل وشعلة أيضا من العطاء اللا محدود. سعداء جدا من خلال هذا الصباح تكون معنا رئيس المبادرة القومية تطوع الشباب وأيضا عضو الجمعية السودانية للأمم المتحدة أستاذ آمنة خالد علي بابكر من خلال مسابقة كنداكة في حب الوطن. صباح الخير عليك. صباح النور عليكم، صباح الخير على جميع مشاهدينا الأعزاء وين ما كانوا، وبنهني طبعاً نحن الأيام دي على وشك عيد الاستغلال والذكرى الأولى للثورة المجيدة، فبترحم على أرواح الشهداء وإن شاء الله يكون عام سعيد وجديد وخير على البلاد إن شاء الله وكل الوطن يا رب إن شاء الله. قبل في البداية قبل ما نستفيد من خلال المحاور المختلفة لمسابقة كنداكة في حب الوطن نتابع مع بعض فيديو ونرجع نتواصل من خلال حوارنا. مسابقة كنداكة في حب الوطن هي واحدة من مشاريع المبادرة القومية لتطوع الشباب، من وين جاءت الفكرة بتاعت كنداكة في حب الوطن؟ طيب مسابقة كنداكة في حب الوطن هي طبعا الفكرة جاءت طبعا المرأة السودانية وحواء السودانية تحديدا طبعا المرأة الشابة يعني لها دور كبير جدا في الثورة اللي قامت، الحمد لله الآن بقت مدنية، فهي الفكرة جاءت بعد الثورة والدور الرائد اللي قامت به الكنداكات. نعم. طيب هي المسابقة عبارة عن شنو أصلا من الأول يعني؟ طيب هي المسابقة هي أشبه بمسابقات ملكات جمال العالم اللي هي بتقام في أي مكان في بقاع العالم سواء كان على مستوى دولة أو على مستوى دول. طيب. بس هي على إطار إطار يعني ضيق على السودان بس. نعم تحديدا كده كدولة، فقصدين بها الكنداكات تحديدا أعمار معينة في شروط معينة. غير كده مسابقة كنداكة في حب الوطن دي هدفها الأساسي إبراز دور المرأة السودانية في المجتمع السوداني، مركزين أكثر شيء على جانب الـ NGOs أو العمل الطوعي. يعني إحنا معاييرنا الأساسية مش المعايير الشكلية لكل آنسة أو لكل امرأة أو بنت أو فتاة، بالعكس إحنا بنركز على الجانب الجمال الجوهري فهو مرتبط بروح الخير وحب العطاء للإنسان. جميل. طيب احنا اذا تكلمنا عن الجمال الخارجي دي مقاييسه سهله جدا في النهايه. انت بتكون عندك مواصفات محدده ومقاييسها بتكون واضحه، لكن لما نتكلم عن الجمال الداخلي ما هي دي حاجه شويه بتكون صعبه، معناها الشروط بتكون نوعا ما دقيقه جدا، فشنو الشروط اللي ممكن انت تكونوا فعليا هي متطلبينها من خلال المسابقه عشان الزول ده ممكن او الكنداكه تكون قادره انها تدخل من خلال المسابقه؟ طيب المسابقه هي طبعا مختصه فقط بالكنداكات، تحيه لكل كنداكات الوطن بشكل عام اينما كانوا. شروط المسابقه اول حاجه من عمر 18 لعمر 35، فالفئه القاصدين بها احنا فئه الجولج يعني الشباب تحديدا.
بلس اشياء ثانيه او يعني شروط ثانيه اللي هي شنو زي انه تكون الكنداك اشتغلت في العمل التطوعي بشكل عام، برضو انها تكون عندها كارير وكاريزما، ثقافه عاليه جدا، ملمه بالثقافه بشكل عام، عندها سكيلز مهارات بتميزها، ذات تاثير على المجتمع اللي حواليها، يعني فيها بعض طيب فيها بعض الصفات القياديه يعني ليدرشيب. طيب اذا تكلمنا على انه هي تكون موجوده في العمل التطوعي، دي ضمن السهل انك انت تعرفيها يعني في العمل التطوعي كمتطوعه كفولنتير. أيوة. طب لكن اذا بتتكلمي عن الثقافه وكميه الوعي اللي ممكن تكون موجوده يعني جواها، هل مثلا في مثلا مسابقه اكاديميه حد يدعمل عشان تعرف مثلا كميه الثقافه ولا ما انا ممكن اجيك اقول لك يا اخي انا متطوعه ومعلوماتي كبيره جدا؟ طيب. وفي نفس الوقت انا يعني مطابقه او لهذه المواصفات مثلا يعني. طيب في النقطة دي في لجنة بتشرف على المسابقة دي من المرحلة الأولى بدءا، حيتم تصفية كل المتقدمات الكنداكات اللي قاموا مثلا بتقديم الفورما هي إلكترونية. إلكترونية نعم. طيب المرحلة الأولى، المرحلة الثانية حيتم اختيار 20 كنداكة. 20 كنداكة دي حيتم اختيارهم وفق معايير معينة، المعايير دي هي بتحدد اللجنة اللي هي اللجنة دي مختصة يعني فيها كنداكات عملاقات يعني زي ما يقولوا لهم تاريخهم الثري في العمل التطوعي وفي الثقافة العامة. فدي وفق شروط معينة. وفي أسئلة كثيرة من خلال الفورم اللي بتملاها الكنداكة دي، من خلالها بنقدر نعرف طريقة استيعابها، طريقة مدى ثقافتها، مدى وعيها، مدى كده. طب أمنة لما أنت جيتوا تعمل الفكرة بتاعت كنداكة في حب الوطن، هل في ناس استغربت الفكرة أو بالعكس أنتوا حسيتوا أنه في دعم ومساندة بالنسبة لكم؟ والله طبعا أول شيء هي يعني الفضل الكبير للثورة، الحمد لله رب العالمين. أول بالعكس إحنا لما بدينا قبل 3 شهور عملنا إعلان، عندنا صفحة رسمية في الفيسبوك. الغريبة إنه كله مدى بنشوف إنه العدد متزايد، فالآن يعني وصلت أكثر من 35,000 شخص، فما شاء الله العدد كبير جدا على نطاق السودان. في تفاعل كبير جدا من الكنداكات يعني الحمد لله، من هنا يعني ما شاء الله في عدد من الكنداكات كان عندهم الرغبة بشكل حقيقي إنهم يعني يجوا من الولايات، يجوا هنا خرطوم عشان يكون لهم الحظ الأوفر في إنه يشاركوا في المسابقة دي، لأنه في تفاعل بلس إنه ما في استغراب، بالعكس أنا شايفة كمان يعني حاجة جميلة أنا يعني التمستها، وكل التيم العامل في المبادرة دي نعم التمسها، إنه في الصفحة ذاتها لما يكون في منشور أو حاجة بخصوص الكنداكات في تفاعل كمان من الطرف الثاني اللي هو الرجال تحديدا أو الشفاتة، يعني التحية لهم يعني لهم كل التقدير والاحترام، إنهم بيدعموا كل الكنداكات بكل تقدير وبكل احترام، يعني دي حاجات جميلة جدا طبعا. جميل. طيب يمكن بيأمن لما نقول مسابقة معناها أنت محتاج لدعم، محتاج أيضا لفترة زمنية بتاع التنظيم، محتاج لناس مؤمنة معاك بالفكرة، محتاج حتى لمكان عشان تقيم فيه والمسابقة، ومحتاج أيضا لخبراء عشان يكون موجودين معاك. بالضبط كده نعم. طيب في الجانب ده الحمد لله المسابقة فيها عدد من الأدفايزر أو الخبراء المختصين، هو تحديدا كنداكات في مجال العمل الطوعي. فيعني السؤال الجزئية الأخيرة دي فعلا أكيد طبعا أي عمل طوعي بيحتاج نوع من السبورت أو الدعم، فإحنا الحمد لله يعني في مرحلة سعي، لكن لسه يعني هو الموضوع شوية كده، إن شاء الله بنحاول إنه نعدي كل الصعاب، فإن شاء الله تعالى بنأمل إنه كل الجهات المعنية بالثقافة بالNGOs سواء كانت منظمات خارج البلاد داخل البلاد مؤسسات حكومية، يعني إحنا الآن الشباب هم وقود الثورة، هم أمل الغد، هم إن شاء الله وتحديدا الكنداكات يعني. طيب انت قلتي نعم. انتوا حتواجهوا كل المصاعب ممكن تواجهكم نعم. من خلال المسابقه اللي حتقام ان شاء الله من خلال 2020 باذن الله تعالى. طيب شنو هي الصعوبات اللي ممكن تكون واجهتكم؟ ممكن ليله من خلال الحلقه دي نلقى جهات او اشخاص نعم. يعني يزيلوا الصعوبات دي. طيب من ضمن الصعوبات دي طبعا يعني احنا بنتمنى انه الى الان يعني بنحاول انه نلقى لنا مكان ثابت، لانه المسابقه دي طبعا في حيكون لل20 متسابقه اللي هي حيتم اختيارهم في المرحله الاولى، حنعمل لهم نوع من الكاباسيتي بيلدينج او تطوير القدرات. فغير كده ال20 كنداكه ديل حتى في المرحله اخر مرحله فاينل، صح انه كنداكه واحده حتفوز، لكن ال20 ديل حي يعني حيتعرضوا او يعني حيخضعوا لعدد من الدورات في مجال في كافه المجالات، مجال الثقافه، مجال الليدرشيب، مجال الان جي اوز، كيف يعني اداره فرق العمل، حيخضعوا لعدد من الدورات يعني، فحيتخرجوا في النهايه في الحفله الختامي بشهادات، بلس انه واحده من المعوقات زي ما قلت اياده المقر
الدعم المالي يعني في اسباب كثيره جدا طبعا بتعوق النزول، لانه هي في حد ذاتها طبعا محتاجه نوع من يعني شنو الصرف او كده يعني. صحيح. نعم. طيب لما نتكلم نقول مسابقه على الصعيد الاخر طوالي معناها في جائزه. نعم. طيب الجائزه حتكون شنو؟ طيب هي الكنداك اللي حتفوز ان شاء الله كوين، حتفوز ان شاء الله بتاج باذن الله تعالى، ومبلغ مالي باذن الله تعالى، بلس هي حتكون ان شاء الله فايزه انها تكون يعني محظوظه انها يعني تاهل نفسها تدريبية. نعم تاهل نفسها او تخضع لدورات تدريبيه بتاهل مهاراتها حتى. طيب اذا تكلمنا على انه دائما مع ختام السنه عموما وافتتاح سنه جديده دائما بيكون في جرد كده متكامل لكل ما حدث من خلال السنه، وفي نفس الوقت عشان نحاول الاشياء اللي ما تم انجازها من خلال السنه نقوم نسوقها معانا السنه الجايه، فالرؤيه والمستقبل ل 2020 شنو؟ والله على مستوى المبادره اول. طيب على مستوى المبادره القوميه لتطوع الشباب طبعا هي ممكن ادي نبذه بسيطه عنها، هدفها تحفيز الشباب لإحداثهم تغيير إيجابي نحو مجتمعاتهم، تعزيز ونشر ثقافة العمل الطوعي في المجتمع طبعا برعاية كريمة كان من الجمعية السودانية للأمم المتحدة ومجلس الشباب العربي الأفريقي، فتم تأسيسها لها سنة وإحنا داخلين في السنة الثانية، طفينا الشمعة الأولى بتاريخ 5/11 يعني حتى هي كانت تم تدشينا في ساحة الحرية، كانت يعني في ظروف شوية صعبة كانت يعني مع بداية الذكرى الأولى وكذا، فان شاء الله يعني رؤيه مستقبليه حيتم اقامه عدد من المشاريع باذن الله تعالى، حتكون عباره عن سبرايز مفاجاه وبتخدم طبعا المجتمع السوداني بشكل عام وتحديدا على مستوى ولايه الخرطوم، ان شاء الله حنمتد اكثر شيء للولايات. مسابقه كنداكا في حب الوطن دي حيكون جزء اصيل او عباره عن مشروع يعني كل سنه ان شاء الله بشكل سنوي، فدي حتكون ان شاء الله النسخه الاولى 2020، والسنوات اللي بتليها كل سنة إن شاء الله حتكون بشكل أكبر وأوسع وأفضل بإذن الله تعالى. إن شاء الله. على الصعيد الشخصي أنت في كنداك آمنة، ما هي طموحاتك وآمالك والمستقبل القادم بالنسبة لك اللي أنت بترسمي لنفسك؟ والله طبعا طموحاتي كثيرة جدا، الحمد لله أنا إنسانة طموحة جدا، فلي تقريبا 6 سنين في كفولنتير أو شغال في مجال العمل الطبيعي من وأنا في الجامعة، فممكن أقول واحدة من أحلامي دي إنه أصبح إن شاء الله سفيرة للأمم المتحدة بالسودان هنا إن شاء الله، لأنه مجالي international relations. إن شاء الله. طب شايفين إنه في مثلاً صعوبات بتواجه عموماً الكنداكات في إنه هم يمارسوا العمل الطوعي، إذا كانت هي الصعوبات دي ممكن تكون مفاهيم وعادات وتقاليد موجودة رؤية مجتمع عموماً يعني شنو ممكن يواجههم؟ طيب واحدة من المعوقات بشكل عام طبعا الكنداكات من عمر نقول 18 الوحدة من الثانوي تكبر مع مرحلة الجامعية، ثم ما بعد المرحلة الجامعية تخرجوا كده يمكن يكون ضيق الوقت إنه مثلا كنداكة ما بتلقى الوقت المناسب، فهو مشكلة إنه مفهوم التطوع في حد ذاته إنه محتاج إنه زول يفرغ نفسه بشكل كامل أو بشكل تام، فلا ما الفهم كده الوقت متاح جدا إنه الزول ممكن الزول يقعد 8 ساعات في الواتساب أو في الإنترنت أو في فيسبوك ممكن يتطوع بمعلومة جديدة لأي زول، فغير كده نظرة المجتمع نوعا ما كان يعني في فترة ما كان صعب جدا إن الوحدة مثلا تنخرط في مجال العمل الطوعي أو كده، بالعكس الآن الحمد لله في انفتاح كبير جدا، لأنه هو طبعا العمل الطوعي هو مربوط بحب العطاء يعني حب يعني الخير للناس حب الوطن في كل الحاجات دي طبعا مجتمع مع بعض. جميل. طيب ان شاء الله هالمسابقه بس عشان الناس تكون عارفه يمكن حاسه في ناس كتار جدا ممكن يكون داير يقدم طوالي، فهل هي بدت تقديم له ولا حبدا متين؟ طيب ان شاء الله احنا الان في مرحله اعداد للمسابقه دي باذن الله تعالى، التدشين حيكون بعد فتره قريبه ان شاء الله، يمكن يكون متزامن مع عيد الاستقلال المجيد ان شاء الله تعالى يعني بدايه الشهر الجاي ان شاء الله. طبعا باقي له اقل من اسبوعين، لكن عندنا في الصفحه الرسميه بتاعتنا في الفيسبوك ان شاء الله الناس تتابعنا وكذا حتكون موجوده في كل التفاصيل. ايوه عنوان الصفحه المبادره القوميه لتطوع الشباب. جميل. طب كلمه اخيره أهم حابه توجهيها اذا كان الكنداكات بشكل خاص او اذا كان المتطوعين بلادي بشكل عام. طيب اول حاجه انا للمره الثانيه بترحم على ارواح شهداء الثوره المجيده، وحابه اهدي لي مقطع من قصيده لكل الكنداكات وبصفه خاصه لامهات شهداء الثوره المجيده، بتقول كم جابهت هموم العيشه، كم قاومت رياح الشده، وكم مريت بفتره عصيبه، كنت وحيده وبين الناس
اتحديتي ظروف الدنيا وقدر الناس، زرعتي في أرض الطيبة شتولك وكنتي غنوعة يا ست الناس، عزك ما ابتغشاه ما زل وطرفك ما ممكن ينداس، وسط اخوانك خملة حوبة ولي رفعتنا بجيت الساس، باكي نباهي نساء الدنيا وأي جنس من الأجناس، ولو كل الأمات اجتمعوا ورصوا حنان رصوا ارتفعوا فوق الغمة حنانك راس. انتي وحاتك ما عادية، انتي وحاتك ما عادية، انتي نموذج انتي قضية، فخر الأمة السودانية، أم متميزة أم قومية، تسطر جود وتفيد حنية، لكي سلامي غرامي هيومي وخالص شكري وخير أيامي، ومن أبنائك سلام وتحية. سلام وتحية لك أنت كمان آمنة خالد، شكرا لك كثير جدا، سعيدة جدا من خلال هذا اللقاء الصباحي، تحية من خلالك لكل كنداكات الوطن اللي رسموا فعلا صورة جميلة جدا من العطاء ومن البذل اللامحدود واللامشروط أيضا، شكرا لك كثير جدا آمنة خالد علي بابك، رئيس المبادرة القومية لتطوع الشباب وعضو الجمعية السودانية للأمم المتحدة من خلال مسابقة كنداكة في حب الوطن، شكرا لك. شكرا.